بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من سنه بالظبط لقيت شخص مغربي عزيز جدا عليا، كنا بنتكلم على موضوع منتخب مصر والمحسوم البدري مدرب فاشل، فقال لي منتخبكم عنده مدرب فاشل بس عنده لعيبه كويسين، احنا بقى منتخبنا في مشاكل كتير موجوده في اروقه المنتخب المغربي. قلت له مشاكل ايه يا عم؟ ده انتوا عندكم بسم الله ما شاء الله اكتر من 100 150 لعيب تقدروا تعملوا بيهم قوام لثلاث اربع فرق، مش قوام لفرقه واحده اساسيه. قال لي لا، ما احنا عندنا مشكله وهي مصطفى حجي. قلت له مصطفى حجي؟ كل اللي اعرفه عن مصطفى حجي انه كان لعيب عالمي وكان لعيب سجل هدف في منتخب مصر. قال لي لا، مصطفى حجي بيجيب لعيبه من اوروبا علشان يسوقها ويظبط مع الوكاله بتاعتها علشان اللعيبه دي توصل لمنتخب المغرب وتتشاف، فبالتالي الانديه الاوروبيه تتعاقد معاها لانهم بقوا لعيبه دوليين. قلت له يا سلام، ازاي يعني اصدق منين انا ان مصطفى حجي بيعمل نفس الحاجات اللي بنعملها احنا عندنا في مصر هنا؟ يعني عندنا في مصر هنا كان الوقت ده كان في مدربين بيروحوا يتعاقدوا مع لعيبه علشان خاطر ياخدوا نص مرتبها او جزء من مرتبها في مقابل ان هم يلعبوهم اساسيين. والكلام ده كان بيحصل على فكره، يعني انا في مصر ولسه بيحصل برضه للامانه والشهاده لله يعني. وكان بيعملوا مدرب كبير جدا موجود في نادي كبير جدا لما كان ماسك فرق في الدوري الممتاز. فالقصه دي بتحصل في عالم كره القدم. فانا بصراحه صدمت، تقول لا المنتخب المغربي ما اعتقدش انه يكون فيه كل الفساد اللي موجود دلوقتي ده، بس بسم الله ما شاء الله دورت على الكلام لقيت ان في مصادر كتير بتقول ان مصطفى حجي بيجيب لعيبه للمنتخب المغربي، واللعيبه دي بتكون ما بتلعبش كتير مع فرقها وما بيكونش عندها اسامي كبيره في الدوريات اللي هي بتلعب فيها، فمصطفى حجي بيجيهم ويحطهم في المنتخب المغربي واللعيبه دي هوبا لا فجاه تبقى كده نجوم منتخب المغرب. اللي هو بالصلاه على النبي، ايه الجمال والحلاوه دي يا عم مصطفى؟ ايه الابداع ده؟ انت بس مبسوطين منك قوي. ودورت بصراحه على مصطفى حجي، لقيت انه خرج لما على خرج اشتغل مع بادو الزيتي واشتغل مع هيرف رينار واشتغل مع وحيد خالوزيتش، وسبحان الله كلهم بيمشي وهو اللي بيقعد. اللي هو يا اخي حلو جو ثروت سويلم ده، اللي هو ثروت سويلم قعد 20 سنه في اتحاد الكره المصري، وبعد كده لما الناس سالوه قال لك انا عارف الاتحاد ده باب وعارف كل الفضايح اللي فيه. طبعا يا باشا ما انت قاعد بقالك فتره. ومصطفى حجي بصراحه دلوقتي بدات الناس تركز معاه، وبدات الناس ترجع التصريحات القديمه للكابتن بدو الزاكي اللي كان بيقول ان هو افعى سامه وحاربه داخل المنتخب المغربي، ورجعنا الكلام تاني ان مصطفى حجي لازم يتم اقالته. بس بصراحه الراجل اول ما جه قال لك يا جماعه مش انا المدرب، بقى بالصلاه على النبي المدرب هو وحيد خالوزيتش، وعلى فكره بقى انا اللي عايز استقيل مش انتوا اللي عايزين تمشوني. ليه يا عم مصطفى؟ خير لما على خير، السبوه مش حلوه، مفيش فلوس حلوه يعني من لعيبه؟ قال لك لا 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 لا، انا ما كنتش متفق معاه في تغيير سفيان بوفال. انت شغال يا عم مصطفى؟ لان انا مؤاخذه يعني كل ما بكتب مصطفى حجي ووحيد خالوزيتش ما بلاقيكش مساعد، ما بلاقيكش شغال معاه اي حاجه. وبعدين بسم الله ما شاء الله لقيت ان وحيد خالوزيتش معاه 14 مساعد تقني في جهاز منتخب المغرب، وتحس كده ان الراجل يعني اللي هو يلا يا جماعه ناكل عيش عندنا طلع. طب 14 واحد ليه؟ يعني انت ما عندكش اكاديميه زي بيب جواردولا في مانشستر سيتي المساعدين هيتابعوها، ما عندكش ناس كتير هتقعد تتابع كل اللعيبه دي، وبعدين خبرتك زي ايه يا عم وحيد اللي بيقعد معاك على خط على الدكه واللعيبه بيقعدوا على الارض؟ ايه يا عم وحيد في ايه بالظبط؟ بس واضح كده ان المنتخب المغربي مليان فساد كتير، والفساد الكتير ده كان محتاج وقعه. اتمنى ان الجمهور المغربي يكون بالنسبه للخروج من منتخب مصر في دور الثمانيه في كاس الامم الافريقيه هي الواقعه اللي احنا محتاجين نعدل فيها المسار بتاعنا. المنتخب المغربي لو تم اقالته وحيد خالوزيتش واستمرار مصطفى حجي فاحنا كده ما عملناش اي حاجه صراحه يعني. ولو تم اقاله مصطفى حجي واستمرار وحيد خالوزيتش برضه هنقف في مشكله، لان المدرب اللي سمع ان كل الحاجات دي تحصل في عهده هو مش هيكون امين قوي على انك تكمل معاها الفتره القادمه، لان معنى كده ان هو لا مؤاخذه كان جيز جوافه، وكل اللي كان بيحصل في المنتخب المغربي ده كان بيبقى مصطفى حجي هو المسؤول عنه. والكلام على فكره بتاع حكيم زياش طلع وقال ان مصطفى حجي هو السبب الاستبعادي، الكلام ده طلع للصحيفه بير سيلينج، يعني الكلام ده ما طلعش حقيقي ولا اي حاجه. ودورت على الكلام ده لقيت ان هو موجود في الصحيفه دي ومش موجود في اي صحف محترمه في المملكه المغربيه. فانا اتمنى عن نفسي ان المنتخب المغربي يتعلم من المشاكل اللي كان بيعانيها الفتره اللي فاتت، ويحاول يغير العقليه بتاعته، ويحاول يغير السوس اللي بيلعبه في قوام المنتخب، السوس اللي مدمرين المنتخب المغربي وهم المسؤولين اللي بره الملعب مش اللعيبه اللي جوه الملعب. عدل المسؤولين اللي بره الملعب وحاول انك تجيب عقليات تساعد المنتخب المغربي وتساعد الجامعه المغربيه ان هي تعمل منتخب محترم، وبعد كده صدقني هتعرف تعمل منتخب محترم. انما مثلا عمو فوزي موجود هيمشي وحيد خالوزيتش، هيمشي بدو الزاكي، هيمشي هيرف رينار، هو موجود هو الشله بتاعته، ايه اللي اتغير؟ فانت محتاج دلوقتي تتغير راس المنظومه وهو الحاج فوزي نفسه. انما الكلام على وحيد خالوزيتش بس ما
مش مقبول. الكلام على مصطفى حاجي بس مش مقبول. انت محتاج تنظف وتشيل. بس المشكلة بقى انك في توقيت صعب، لان انت لو شلت دلوقتي ونظفت هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا ان انت داخل على مباراة حاسمة قدام الكونغو. بس هنا هنرجع للحاجة اللي احنا كنا بنتكلم فيها في البداية، انك معاك 100-150-200 لعيب مغربي تعرف تعمل بيهم منتخبين ثلاثة. فالموضوع مش هيبقى صعب على اي حد يجي يمسك منتخب المغرب، بالعكس اي مدير فني في العالم يتمنى يكون عنده كامل اللعيبة الموجودين في منتخب المغرب. فما تتخيلش ان حته انك تمشي وحيد خرزيتش وتمشي مصطفى حجي وتمشي معاهم فوزي هيكون هو دي المشكله، لا المشكله انك تكمل بنفس المنظومه دي وتستنى منها نجاح لا اكثر ولا اقل. ده رايي يا ابن الحلال. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فمعلش انا هروح ادور بس مصطفى حجي شغال ايه في الجهاز، عشان انا والله العظيم بقالي سنه بدور مش لاقي ان هو ليه اي علاقه بالجهاز ولا علاقه بالجامعه المغربيه، بس بلاقي ان هو دايما متصدر التصريحات مش عارف ليه وازاي. بحس ان هم قلبوا علينا احنا هنا في مصر خالص.